بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية، تقدم المحافظة هذا العام خدمات تنموية واجتماعية متعددة للمواطنين، منها ما يتعلق بقطاع التضامن الاجتماعي. ومن هذا المنطلق قامت وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها محافظ الدقهلية بتفقد أعمال تطوير مستشفى الهلال الأحمر والنادي النسائي وموتيل المنصورة، أحد أهم المعالم الأثرية بالمدينة، حيث التقت الوزيرة بأبناء مصر الأيتام وذوي القدرات الخاصة. نتفقد أنشطة كتير ونشوف إيه أوجه التعاون اللي ممكن نقدر ندعم بيها أهالينا. يمكن لسه كنت بقول النهارده استراتيجيه حقوق الانسان اللي سياده الرئيس اطلقها في سبتمبر 2021 بنشوفها النهارده بتنعكس بشكل مباشر على حياه المواطنين، بالذات احنا معنيين بحقوق المجتمع المدني وبواجباته تجاه الوطن وايضا بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. من اكثر الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي بنشوفها الفئات الاولى بالرعايه، وهم بالتحديد تحدثنا النهارده عن انشاء مركز تاهيل متكامل الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقه، ايضا اتكلمنا على دار مسنين بلا ماوى، لان اعتقد احنا شعرنا ان الشارع ليس ماوى وان الشارع لا يليق بالحياه الكريمه التي ينشدها السيد الرئيس للمواطنين، فان شاء الله برضو بنعمل دار كبار بلا ماوى. هي موجوده دار بالفعل بس في طلب لإنشاء دار أخرى. وخلال الجولة أكد محافظ الدقهلية أن المحافظة شهدت في الآونة الأخيرة نهضة تنموية كبرى، وبخاصة في مبادرة حياة كريمة لتحقيق استراتيجية الدولة وجلسة الرئيس اللي هي بناء الإنسان المصري، وأن احنا نغير الفكرة القديمة ونبدأ كلنا نشتغل مع بعض إيد واحدة. إذن هي زيارة جاءت على أرض الواقع لوزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة وتنفيذ المشروعات التنموية بكل أنحاء الجمهورية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.